الحمام، هدومه في الحمام. كان واخد من واحد من الصيدليه، واقف في الصيدليه بنج استدرج ابني، انا عايزه قصاص. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. كيف ما قريتوا في عنوان الفيديو اليوم، غادي نتكلموا على قصه الدارك ويب اللي هزت مصر في هذه الايام، وماشي غير مصر، هزت العالم العربي كامل. وكذلك غادي نهضروا على اخر المستجدات في هذه القضيه. طارق رجف اواخر العشرينات، مشى من هذا 4 شهور لمنطقة عصبة عثمان بشبرة الخيمة باش يسكن فيها. صحاب ديك المنطقة ما كانوش كيعرفوا عليه والو، لا منين هو ولا شكون عائلته، وبالخصوص في ديك المنطقة كلشي كيعرفوا بعضياتهم. فغادي يقدم لهم راسو بانه شاب كيدوز في شي ظروف صحية ومادية صعيب، وانه مريض مرض السرطان، وكاع دوك الفلوس اللي كيربح كيمشيو ليه غير في العلاج ديالو. ومن هادشي كامل بين لهم بانه رجل متدين، واغلبيه الوقت ديالو كيدوزو في الجامع ومع الناس في التجمعات كينصحهم في الامور الدينيه ديالو. هذا المسكين ما بيسبش فرض ربنا، عنده علامه صلاه في دماغه. وهذه كانت الطريقه اللي دار باش يقدر يدخل يعيش وسط من هاد الناس ويكسب الحب والثقه ديالهم. فاهالي هاد المنطقه بقى فيهم هاد الولد، وقلبوا ليه على خدمه في واحد القهوه قريبه من البلاصه اللي ساكن فيها. واخا كيعرفوا بانه كيخدم في الكهرباء، دبروا لي في هاد الخدمه باش يكون مرتاح فيها اكثر بحكم المرض اللي عند، وبهكذا تقدر يتكلف بالعلاج. ونهار على نهار علاقته باهل المنطقه عاد ما كانت غادا وكتزيد كتقوى، وكانت عنده علاقات كثيره مع الدراري الصغار اللي كان ديما كيجيو عنده القهوه وكيجلسوا معاه باش ينصحهم وباش يوريهم في الدين ديالهم، وفي نفس الوقت يكونوا اشخاص اللي مزيانين في هاد الحياه. تعالوا بالعموم ياكلوا حاجه حلوه. ومن بين هاد الاطفال ديال المنطقه اللي كانوا كيبغوه بزاف وكيجيو عنده كان طفل محمد احمد سعد، طفل اللي كان في عمره 15 عام وكان عزيز عنده بزاف طارق لانه كان كيعاون وكيتهلا فيه. واحمد كان من اسره بسيطه وهو كان الابن الاصغر من بين 6 الابناء، فاحمد كان كيشوف طارق قدوه ليه لانه شخص مكافح ومرض بالسرطان وهز راسو غير بوحدو، وفي نفس الوقت انسان ملتزم وقريب من الله. وهذا الشيء عاد ما خلى احمد يتقرب من طارق، وديما فاش كان كيمشي لدارهم كيهضر عليه غير بالخير وكيقول لهم انه انسان ديما كيبغي ليه الخير، ودائما ما كينصحو انه ما يتخلاش على الدراسه ديالو. طارق غادي يبدا يغيب من الخدمه بلا ما يطلب الابن، ومن القهوه غادي يسولو علاش ما بقاش كيجي لخدمته وكيغيب ديما. فطارق وقت ما سولو مول القهوه كيجاوبو بحجة ان الايامات اللي ما كيجيش فيهم الخدمه يا اما كيكونوا عنده تحاليل او كتكون عنده حصه ديال الشيميو. ام القهوه غير كيسمع هاد الحجج صافي كيسكت وكيميك عليه. وبقات الامور على هاد الحال حتى لواحد النهار اللي كان طارق غادي يكون عنده واحد المشكل مع واحد الكليان. لما جه طارق هنا طبعا قعد 15 يوم، وبعد كده بسبب ان كان كل ما ابويا يكلمه يقول له انت فين، يقول له اصل انا بعمل تحاليل، اصل انا عندي اشيل الورم بتاعي، اصل انا رايح المستشفى، اصل انا جاي من المستشفى. هو مسك المكان يكنس يمسح والكلام ده، بدا يختفي. طبعا ابويا ما عجبوش الوضع، قال له يا ابني ايه انت مش هتنفع معايا هنا. فمشى غبر تقريبا مده شهر، ومن بعدها رجع والمظهر ديالو مبدل ورجع شاري طوموبيل وتليفون جديد، وحتى من الحوايج مبدل طريقه اللبس. بعدها شهر محدش كان يعرف مكانه ولا حد يعرف، رجع بقى الله اكبر عليه، بدله لبس شيك تليفونين ب60,000 جنيه، رجع شخص تاني خالص. فالاهالي فاش شافوه متغير وراجع وباين عليه الفلوس، فسولوه من اين لك هذا وانت مشيتي عاد 3 سيمانات ورجعتي مبدل وباين عليك الفلوس، وغادي يجاوبهم. انا اخويا شغال في الكويت كان بيبعت لي فلوس، اصلا انا اخويا دكتور في دبي كان بيبعت لي فلوس، ان اخواته كبار وان اخواته دكتور اللي اخوه دكتور جراح شغال بره، فطبعا ما شكناش فيه، واحد برضه بتاع ربنا. وطارق من بعد ما كان كيخدم في ديك القهوه ولا كيجلس فيها كزبون، ولا كيعرض على الناس ديال الحومه، هذا كيسلفو الفلوس، هذا كيتهلا فيه، حجه انه ما نساش الخير ديالهم وانهم كانوا اول من وقفوا معاه فاش الله وصل لهذا المنطق. بقى يتردد على القهوه، كان بقى ايه بقى، بص مع عربيه مع تليفون احدث تليفون، بيوري الناس العيال فلوس، بيعزم للشباب الكبيره الفلوس، بياكل العيال بيقول لهم تعالوا بالهموم ياكلوا حاجه حلوه، بيضحك عليهم. والطفل احمد عاد ما تزاد عزاز عليه طارق
وكبر ليه بعينيه، لانه كان كيتهلا فيه وكيدور معاه باش يمشي للسيبر يلعب في البلاي. وداكشي اللي خلى احمد انه يتيخ في الطريق، تيقه اللي هي عمياء وكان كيحسبه بحال خوه الكبير. والامور بقات على هاد الحال من هذه 4 شهور اللي وصل فيها طارق للمنطقه حتى اليوم 15 من ابريل، واللي احمد ما رجعش فيه للدار. عائلته شافوا انه وصلت 8 ديال الليل والدري مازال ما رجعش للدار، وان احمد ما كانش من عادته انه يتعطل حتى ديك الساعه. داكشي اللي غادي يخليهم يتشطنوا عليه وبداو يقلبوا، ولكن ما غيلقاو والو. سولوا عليه صحابه والناس ديال المنطقه وكلهم قالوا بانهم ما شافوش احمد. ابني كان 15/4، كان يوم الاثنين، كان تانا نزلنا الشغل لسه بقى، كان الاجازه عيد وكل حاجه واتفسح وكل حاجه. اخر يوم كان يوم الاثنين ده اللي شفته فيه، ما شفتوش تاني، ما ترددش على الشقه تاني. هو بيروح، كان لقمه صغيره وغير بيروح السايبر اللي جنب البيت بتاعنا دوت، ويوميها اتاخر شويه، ابوه قعد يدور عليه واخوه قعد يدور عليه، فقعدنا ندور عليه من ساعتها، يعني دورنا كتير. وديك الساعة الجيران ديال المنطقة كلهم بداو كيقلبوا عليه، ومنين شافوا أنه ما لقاو والو غادي يلتجئوا للكاميرات ديال المنطقة باش يتتبعوا الطريق اللي داز منها. ففي الكاميرا شافوا أنه دخل السيبر وخرج شحال من مرة، وحتى لهنا كل شي عادي. والأهالي بقاو مراقبين الكاميرات وشافوا عاود دخل السيبر وخرج منه ومشى للقهوة كيهضر مع طارق، ومن موراه دخلوا السيبر وخرجوا ومشاو مع بعضياتهم وهما كيهضروا في الطريق. والاهالي مشاو نيشان عن الطريق يسولوه واش شاف احمد. نتواصل ودخلنا في الاخر الشارع، رحنا اخر الشارع ما كانش فيه الا كاميرا، فضلنا متابعين بقى الكاميرات لحد ما شفناه ماشي مع طارق. جينا نكلم طارق، طارق قال لك لا ده مش معايا. طبعا احنا ما ينفعش نعرفه ان هو ان احنا معانا الكاميرات تثبت ان هو ماشي معاه. قال لنا طب انا ساعتين وهبقى عنده. وطارق حتى هو بدا كيقلب مع الناس وعائله احمد، مشاو عند الشرطة وقدموا بلاغ اختفاء. والشرطة قانونيا كان خاصهم تدوز واحد المدة زمنية عاد يقدروا ينوضوا يقلبوا عليه، لأنه بلاغ اختفاء عادي. وبديك المدة الزمنية الأسرة والجيران كملوا على البحث نتاعهم على ما تفوت المدة المحددة وتبدأ الشرطة خدمتها. والشرطة قبل ما يبداو البحث ديالهم غادي توصلوا ببلاغ آخر من العمارة اللي كان كاري فيها طارق الشقة اللي كان ساكن فيها، لأن سكنت العمارة تشكوا من الريحه اللي كانت خايبه وكتطلع من وسط الشقه. فقرروا مع مولات الدار انهم يقدموا بلاغ باش تجي الشرطه وتدخل على الدار. وداكشي اللي كان، الشرطه حضرت العنوان ودخلت على الشقه، وتماك كانت المفاجاه. صادفوا مع واحد المنظر اللي كيخوف وريحه اللي كانت خايبه. والشرطه ديك الساعه تربطوا بين حاله الاختفاء ديال احمد والجثه اللي لقاو، وعيطوا الى عائله احمد باش يشوفوا واش يقدروا يتعرفوا عليه. وتما كانت الصدمة، لقاو أحمد مصفين هالي من الودن حتى الودن الآخر، وحالينو بالطول من عنقو حتى لتحت كرش، ولقاو خاوي كامل من الداخل، وحتى من العينين تحيدو ليه، والأعضاء ديالو كاملين والعينين كانوا في واحد الميكان اللي كانت محطوطة حدا الجثة. أبو راح للشقة هو وخالو وواحد هنا من الحتة من المنطقة، حضرتك شاف الواقعة بقى بعيد عنك صعبة أوي. قاطعين من فوق لتحت كده، واخدين كل اعضائه، فاتحين دماغه، واخدين كل اللي في دماغه اللي هنا ده المخ، فاتحين دي ريحته، ظهره فاتحينه. البوليس والاهالي كانوا رجعوا الكاميرات باش يشوفوا الطريق اللي داز منها طارق داك النهار، وشافوا دخل صيدليه وشرى منها واحد الماده مخدره وفاصمه. فمو الصيدليه ما شكش فيه بحكم انه كان كيعرف طارق انه شخص مريض بمرض السرطان، وفكر انه شراهم للاستعمال الشخصي وممكن يحتاجهم في شي حاجه. وديك الساعه نيشا البوليس بداو كيقلبوا على طارق وقدروا انهم يشدوه بسرعه، وهو غير شدوه دغيا ما اعترف لهم بكلشي وما انكر حتى حاجه. وسولوا علاش ارتكبتي هذه الجريمه، وقال لهم انه ارتكبها من بعد ما تعرف على واحد الشخص في مواقع التواصل الاجتماعي وساكن في الكويت، وهذا الشخص قال لي اذا جبتي اي طفل وصفيتيها ليه غادي نعطيك مبلغ 5 مليون جنيه، ولكن بشرط انك تصفيها ليه وانت كتهضر معايا على المباشر. وتحل وجبد لي الاحشاء ديالو قدام الكاميرا ويجمع كلشي دوك الاعضاء في ميكا. وداك الشيء اللي كان، ومن بعد داك الشخص قال طارق انه ما غاديش يعطيه داك الفلوس حتى يجيب طفل اخر ويدير معاه نفس ما دار مع احمد. والشرطه فاش لقاو الجثه ديكلاراو القضيه على انها قضيه متجاوزه الاعضاء، والحمد لله للشرطة قدروا انهم يشدوا طارق بسرعه قبل ما يصفيها للضحيه الثانيه.
وفاش قلبوه لقاو عنده واحد الورق واللي كان كاتب فيها اسم الضحايا اللي هو اختارهم، واللي للأسف كان من بينهم اسم ديال أحمد. فالشرطة المصرية بتنسق مع الانتربول قدروا أنهم يتوصلوا لهذا الشخص، واللي تصوروا أنه كان غير طفل في عمره 15 سنة، واللي حتى هو كان من مصر وكان ساكن مع الأب ديالو في دولة الكويت. تصوروا أن الطفل في العمر ديالو 15 سنة قدر أنه يقنع واحد الشخص اللي في الأواخر ديال العشرينات أو الثلاثينات، وطلب منه أنه يقوم بهذه الأفعال البشعة في لايف. والأجهزة المصرية والإنتربول قدروا أنهم يشدوه هو والأب ديالو، لأن الشريحة اللي كان كيخدم بها كانت باسم الأب، ورجعوهم لمصر وبدأوا معهم في التحقيقات. وهذا الطفل كان كياخد هاد الفيديوهات وكيبيعهم في الدارك ويب، وكل فيديو من هاد الفيديوهات القيمة ديالو تتوصل تقريبا 600,000 أورو، ما يعادل 600 مليون مغربية. وهذا الطفل اعترف انها ماشي اول مرة كيتواصل بها مع شخص اخر وكيطلب منه نفس الطلب، يعني شحال من شخص تواصل معاه من شحال من دولة، وقدروا انهم يصيفطوا ليه فيديوهات. دابا المتهمين ما بقاوش غير ثلاثة ديال الناس اللي هما طارق والطفل ديال الكويت والاب ديالو، وبانوا اطراف اخرى اللي واحد منهم الاسم ديالو هو ابو حمزه، وهذا ابو حمزه عنده متجر ديال الثلاجات، يعني كيبيع وكيشري في الثلاجات، ومني حقوا معاه اكتشفوا انه كيبيع حتى في الاعضاء، وهو براسو كان بيع الكليه ديالو هو وطارق. وهذا ابو حمزه هو الطرف الرابع في القضيه، والمعلومه اللي عندنا هو ان طارق نهار دار عمليه نقل الكليه قام بيه في مستشفى الدفاع الجوي، والطرف الخامس هو شاب اسم ديالو علي، وكان خدام في صيدلية الدكتور أحمد كامل اللي كانت في راس الدرب. ليوم الجريمة قام بعملية توصيل للدار عند طارق، وخدا ليه شي مواد منومة ومخدرة بدون وصفة طبية. وهذه ما كانش أول مرة، طارق عرفوا عليه أنه في الثلاثينات، كان اللي كيقول أن عنده 35 سنة وهو من مدينة أسوان، وعنده جوج الأخوت، واحد طبيب وواحد مازال كيقرأ. والشرطة لقات القبض عليهم وخدات الأقوال ديالهم وطلقات سراحهم. وتحقيقات الشرطة قالوا أن طارق في الأيام الأولى كان كيصور فيديوهات ديال الكلاب والقطط، كان كيصفيها ليهم في لايفات وكيجبد ليهم الأعضاء ديالهم وكيصورهم في غرف من غرف الدارك ويب، وكل غرفة وكل طريقة ديال التصفية عندها ثمن، وبهذه الطريقة كان كيتخلص. والنيابة العامة كانت حفظت على الاسم ديال الطفل اللي مقيم في الكويت، على حسب الادعاء ديالو كان عنده شركاء اخرين، وهذه ماشي اول جريمه. داكشي علاش تحفظ على الاسم ديالو، باش الا كانوا عنده شركاء اخرين ما يهربوش. ومن بعد ايام قليله خرجوا تصريحات ديال اهل المنطقه، ومن بينها تصريح ابن مول القوا اللي كان خدام فيها طارق، اللي كان قال فيه انه جاوا ليهم واحد الراجل، وهذا الراجل قال انه هو عم طارق، واللي في الاخير اتضح ان هذه الهضره ماشي صحيحه. واحد كان جايبه القهوه هنا كان مفهمنا ان هو عمه، يطلع في الاخر مش عمه. خرجت واحد المعلومه اخرى انهم ديما كانوا كيشوفوه مع واحد الشخص كيتمشى معاه مده 24 ساعه على 24 ساعه وما كيتفرقش معاه، حتى النهار اللي مشى فيه لمده تقريبا شهر ورا، وجاب معاه طوموبيل وجوج ديال التليفونات، وبانوا عليه الحوايج جداد والستايل ديالو تبدل. شاب من المنطقه اتصل بطارق في التليفون، طارق جاوب عليه وقال ليه انه ما يقدرش يهضر معاه في التليفون لانهم كيديروا ليه عمليه ديال استئصال الورم. من مراد 3 ايام طارق رجع للمنطقه، وكاع اهالي ديال المنطقه بداو كيهضروا معاه وكيقولوا ليه على سلامتك على سلامتك. داك الشاب فاش شاف طارق من مراد 3 ايام راجع تعجب، قال كيفاش واحد الشخص كان دار عمليه ديال استئصال الورم من مراد 3 ايام غادي يجي على رجليه صحيح بصح ما به حتى شي حاجه. وطارق مشى عند الشاب وقال ليه غادي نطلب منك واحد الطلب، إذا كتعرف شي واحد بغي يبيع الكلية ديالو أنا غادي نعطيه 50,000 جنيه، لأن الكلية ديالي وحدة ماتت وحدة قربت تموت، وأنا محتاج عملية نقل الكلية، وإذا مشيتي تلقيتي داك الشخص غادي يمشي معايا حتى السبيطار وتماك غادي نديرو عملية نقل الكلية. ألف سلامة ألف سلامة ألف سلامة، مش طبيعي إن حد يعمل عملية يقعد فيها يشيل ورم كانسر 3 أيام، أنا بكلمه. طب أنت دلوقتي لقيته قلب وشه أصل أنا محتاج كلى، هما شالوا الكلى عندي، الكلى التانية بايظة عندي خالص. فقلت له يعني، بيقول لي يعني لو في حد هنا في المنطقة غلبان مش عارف إيه ناخده مستشفى بدون ذكر أسماء هي المستشفى برضه وأديله 150,000 جنيه. قلت له طبعا أنا معرفش الكلام ده. ودابا الأسئلة المطروحة هي شكون داك الشاب اللي كان مع طريق 24 ساعة ل 24 ساعة؟ وشكون داك الشخص اللي قدم راسو على انه عم طارق؟
وشكون هاد الطبيب اللي كان غادي يدير عمليه نقل الكليه، وشكون هاد السبيطار اللي كانت غادي تدار فيه العمليه. وفي اقوال صاحبه العماره قالت ان طارق كان مشى عندها وقدم راسه على انه واحد الشاب متزوج، باش اذا سمعت متزوج ما تشكش فيه. والحقيقه هو ان طارق كان متزوج وطلق. مولات العمارة قالت أن طارق ديما كانت كتشوف عنده بزاف ديال الرجال كيطلعوا كيهبطوا مع الثلاجات، وأن طارق كان قال لها أن واحد منهم كان هو أخوه وفعلا كان كيشبه ليه بزاف. ومعلومة من معلومات جديدة هو أن البوليس فاش دخلوا الدار عند طارق لقوا عنده نوتبوك كانوا فيه أسماء ديال الضحايا اللي جايين، وكان فيه الاسم ديال أحمد وكذلك ضحايا آخرين اللي سبقوا أحمد. زيد عليها لقوا عنده بزاف من الحوايج ديال الدري الصغار. على حسب المعلومات كانوا قالوا انه كانوا 6 ديال الضحايا بلا احمد، وكانوا غادي يتزادوا ضحايا اخرين. حتى لهنا وصل الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. هادو هما كاع المعلومات اللي عندنا، وهادو هما اخر مستجدات. اذا خرجوا مستجدات اخرين راه غادي نحطهم لكم في فيديو اخر ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. اذا كانت هذه اول مره كتشاهدوا فيها القناه ديالي، ما تنسونيش من لي لايك، ما تنسونيش من الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتوصل بكل جديد. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وتنتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. باي باي.